السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد، أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز وعن الحمل. أحب ألفت النظر لموضوع مهم، إن في بعض الأحيان إحنا بنقابل شباب في ظروف معينة حصل له علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وطبعا اللي بيحصل بالظبط ان هو مش عارف يتصرف ازاي. احنا بننصحه ان هو يتابع مع اخصائي متخصص في هذا الموضوع، على اساس ان هو يبتدي يعمل له التحاليل اللازمة ويراعي فيها فترة النافذة، على اساس يطمن اذا كان فعلا اصيب بالـ HIV ولا لا. طبعا احنا بنلاحظ ان في نوع من أنواع الوصمة العار اللي بتقابل شباب كتير خايف يعمل الاختبار، شباب كتير عمل الاختبار وطلع إيجابي، وبالتالي هو غير قادر على مواجهة المجتمع، مش قادر حتى يروح للدكتور يتابع الحالة بتاعته، مش قادر حتى لو عنده سنة بتوجعه ولا حاجة خايف يروح يقول لدكتور السنان ان هو مريض HIV. لو هو مثلا بيفكر ان هو يتعالج من اي مرض خايف يقول للدكتور بتاعه. ايضا في حالة مثلا واحد جاي من اوروبا، هو حالة HIV وخد علاج سنوات طويلة والبي سي ار بتاعه زيرو سلبي، يعني هو غير معدي، وحب بنت مصرية وعايز يرتبط بيها، لكن طبعا البنت المصرية خايفة ان هي تتعدي. وطبعا كل هذه الامور ووصمة العار احنا لازم نحسن ونطور من اساليب انتشار الوعي عند شبابنا وعند بناتنا، ونفهمهم ان هذا المرض ما هواش مرض خطير زي ما احنا كنا فاكرين زمان. المرض دلوقتي اصبح ليه علاج متوفر في المستشفيات الحكومية، وبالتالي المريض بياخد العلاج بتاعه وبعد 6 شهور تقريبا بيبقى الفيروس في الدم زيرو وأصبح غير معدي. وبالتالي احنا عايزين بقدر الإمكان تزول الرهبة من هذا المرض، ويبتدي المريض ما يخافش ويبتدي يعالج نفسه ويبتدي يروح يقبل على انه ياخد العلاج. وبحب أطمن الناس اللي هي HIV بوزيتيف ان الوعي بيزيد بالتدريج. طيب بالنسبة لو سيدة وطلعت حامل وكان عندها HIV، في معايير معينة لازم ناخد بالنا منها. اولا لازم نعمل لها فحص في اول 3 شهور عشان نكتشف اذا كانت عندها HIV ولا لا، لان في بعض السيدات ما عندهمش فكرة ان عندهم HIV، وبالتالي لازم نعرف إذا كان هذه السيدة عندها HIV ولا لا. ففي أول 3 شهور لازم نعمل اختبار الـ HIV. طيب هنفترض إن هي طلعت إيجابي، طيب لازم أحمي البيبي ده معرض إن هو يجي له HIV. أحب ألفت النظر إن كل الأدوية بتاعة الـ HIV ما بتأثرش على الجنين، يعني ما بتعملوش تشوهات خلقية ولا حاجة. يعني اذا لو احنا ادينا الام العلاج بتاع الـ HIV ده لن يؤثر على البيبي، مش هيحصل له تشوهات ولا حاجة. دي نقطة. النقطة التانية، لازم اشجع الام ان هي تاخد العلاج بتاعها بانتظام عشان تحمي الجنين وعشان هي كمان تبقى في امان من اي مضاعفات، وعشان تبقى هي سلبية بعد كده، يعني يبقى الميكروب او الفيروس في الدم زيرو. طيب بالنسبة للامهات، هم مش عارفين ان العدوى دي ممكن تنتقل عن طريق المشيمية او اثناء الولادة، وبالتالي احنا بننصح بان احنا بنعمل PCR للام قبل الولادة اثناء فترة العلاج. لو طلعت عندها لسه فيروسات الـ HIV موجودة في الدم، فإحنا بننصح بعمل عملية قيصرية عشان الطفل
ما يتعرضش اثناء الولاده الطبيعيه انه ممكن يجي له اتش اي في. فطبعا الافضل ان احنا نحمي الطفل ونولد الام دي ولاده قيصريه. بعض الامهات مش عارفين هم ليه هيولدوا قيصري عشان نحمي البيبي. طيب، لان اثناء الولاده بطريقه طبيعيه ممكن يتعدي لانك انت لسه البي سي ار بتاعك الفيروس موجود، لكن لو البي سي ار بتاعك زيرو يعني انت غير معديه، بعد فتره العلاج احنا ممكن تولدي بطريقه طبيعيه خالص بس تحت اشراف الدكتور. طيب بالنسبه للرضاعه، طبعا احنا بننصح برضك بالنسبه للرضاعه ان هي ما ترضعش البيبي وترضعه بطريقه صناعيه، لان اللبن بتاع الثدي موجود فيه الفيروس، وبالتالي هي ممكن تنقل المرض لو هي ايجابيه ولو هي الفيروس موجود لازال في الدم. طبعا ده بيتم تحت اشراف الدكتور، وايضا ساعات في بعض الاحيان بندي جرعات وقائيه للطفل المولود عشان ما يتنقلوش الاتش اي في. اذا احنا في عندنا كذا مرحله بنحاول نحمي البيبي من خطر نقل العدوى من الام للبيبي. لازم الامهات الحوامل اللي عندهم اتش اي في واخدين بالهم من الموضوع دوت. ايضا حتى الام الحامل لما بنعمل ليها اختبار في اول 3 شهور هي سلبي، لكن احنا ملاحظين ان ممكن يكون زوجها ليه علاقات جنسيه متعدده، وبالتالي يفضل لهذه السيده ان احنا برضك نعمل لها في اخر 3 شهور فحص مره تانية نطمن عشان ممكن يتنقل لها العدوى. احب احذر الشباب وافهمهم ان هذا المرض انت بتعمل مشكله لنفسك، وفي نفس الوقت بتنقل المشكله لزوجتك، وفي نفس الوقت بتنقل المشكله للبيبي اللي جاي او الطفل اللي جاي في الطريق. لو سمحت فكر في الموضوع كويس قبل ما ترتكب اي علاقه جنسيه خارج اطار الزواج، هتندم بعد كده. مهم جدا جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا من المتابعه الدقيقه للاطفال المولودين من امهات اتش اي في، وناخد بالنا منهم ونتابعهم ونشوف، بنعمل لهم بقى فحوصات، بنشوف الدم بتاعهم اخباره ايه، وبنتابعهم عند اخصائي الاطفال على اساس ان احنا نبقى يعني متابعه دقيقه. وكذلك الام بعد الولاده لازم برضك نبقى واخدين بالنا منها وتكمل العلاج بتاعها بانتظام. يعني الام بتاخد العلاج بتاعها اثناء الحمل وبعد الحمل واثناء فتره الوضع، يعني ما بتوقفش العلاج ابدا. انا هسيب الواتس بتاعي لو في اي استفسارات او حد يبعت تقارير طبيه، 02-010-27-28-4778. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.